شلونكم شباب؟ اليوم عندنا المحاضرة الأولى بالبرمجة بالماتلاب. قبل ما نبدي لازم نعرف شنو هو الماتلاب. الماتلاب هو اختصار الكلمتين ماثماتيك لابوراتوري، يعني مختبر الرياضيات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو يحل المسائل الرياضية بكل أنواعها وبكل أشكالها، سواء كانت مسائل بسيطة أو مسائل معقدة. إضافة إلى هاي بي عدة خصائص مثل الايمج ريكوجنيشن، مثل تحليل البيانات، نقدر نستخدمه همين بالتحديد مال المواقع بالنسبه للتطبيقات مال الموبايل. بس حاليا احنا مو هذا الاختصاص مالتنا، احنا حاليا ناخذه بشكل برمجه عن طريق المسائل الرياضيه. الفكره انه المسائل الرياضيه نقدر نحلها بالبرنامج الماتلاب عن طريق الأوامر البرمجية. فمبدئيا هي هاي الواجهة مال البرنامج، هذا المكان عندنا نكتب به الأوامر مالتنا اللي هو الكوماند ويندو. هذا هنا المكان يطلع لنا الفولدر اللي احنا حاليا فاتحي، نقدر همينا نستخدمه بالمعالجة او التعرف مال الفيديوهات همينا، فهذا المكان راح يفيدنا. إضافة الى هذا مثل ما كان عندنا بالإشارات والأنظمة ملفات الام فايل، نقدر همينا مننا نطبلها. عندنا عدة طرق. الطريقة الأولى نقدر ندوس هنا وأدخل على الفولدر اللي أنا أريده. طريقة ثانية مننا نافيجيت أسوي، هسه مثلا ما أدوسها راح يرجعني. إذا نلاحظ هسه هنا المسار، فأنا يعني يكون حافظ المسار بحيث أرجع كلش. مثلا أنا هسه حاليا عندي بارتيشن واحد بالهارد مالتي، فما عندي غيره، ما أقدر أرجع بعد أكثر. فهاي هسه هاي عندي هنا السي، ومن هنا طبع الفولدرات. او طريقه ثانيه مثلا عندي اجي هنا الداونلودز مالتي، مجرد ما ادوس هنا، او لا مو داونلودز، مثلا السي، خلينا نقول هذا الفولدر، مجرد ما ادوس هنا هذا اجي انسخه، اقول له كوبي، اجي هنا عفوا هنا اقول له بيست وادوس الانتر، قبل راح يوديني على الفولدر اللي انا اختاريته. تمام. هاي هنا عندنا الورك سبيس، هذا المكان اللي يطلع لي بيه المدخلات اللي انا دخلتها بالبرنامج. هسه مثلا على سبيل المثال خلينا نقول اقول له اكس تساوي او واي تساوي 10، فهسه هنا البرنامج بالورك سبيس قال لي انه الواي تساوي 10، اقول له مثلا الان تساوي 9. هنا جاي يقول لي انت تساوي 9، رتب لي اياها حسب الفاليو مالتها، او العفو حسب النيم مالتها من الاي للزت. هسه نلاحظ مثلا راح اكتب لها زت راح تنزل لي جوا الواي هنا، علما هي الزت راح تكون اقل قيمه بيهن، زت تساوي 1، بس خلى لي اياها جوا الواي. هاي من هنا عندي مال السورت مالتها، السورتنج اللي هو الفرز مالتن، اقدر افرزها حسب الاسماء، العفو حسب الحروف الابجديه من الاي للزت او من الزت للاي حسب الطريقه اللي انا اريدها. زين، عندنا هسه انا كتبت هاي يعني اوامر، عده اوامر اريد اتخلص من عندها بدون ما اسوي ريستارت، او خلينا نقول بدايه جديده للكوماند ويندو. بهاي الحاله اكتب له سي ال سي. هسه كتبت له سي ال سي بس مسح لي الاوامر اللي انا كنت كاتبها، بس المتغيرات اللي انا كنت معرفها بالورك سبيس بقت موجوده. اذا اريد امسحها عندني كليتن اقول له كلير، ببساطه مسح لي اياهن، بس هسه مال كلير بقت اقول له سي ال سي مره ثانيه وراح يمسح لي اياها. هاي الواجهه مال البرنامج يعني ما بيها شيء. نجي هسه نشرح على الشغل الحقيقي بالنسبه للماتلاب. اول شيء عندنا هو ادخال المصفوفه. خل نفترض احنا فد مصفوفه معينه عندنا، خلي نقول مثلا مصفوفة نسميها اي على سبيل المثال. تكون المصفوفة اي متكونة من 1 2 3 4. الصف الثاني مالتها يكون متكون من 5 6 7 8، العفو الصف الثالث مالته متكون من 9 10 11 12، العفو
شوي نرتبها اكثر. زين هاي هسه صارت عندنا مصفوفة متكونة من اربع عواميد وثلاث اسطر. خلينا نضيف لها صدر الاخ نقول مثلا 13 14 15 16. هاي هسه هاي المصفوفة شلون انا راح اكتبها بالبرنامج. عندي عدة طرق حتى اكتب المصفوفة بالبرنامج. انت الطريقة اللي تعجبك، الطريقة اللي تشوفها اسهل بالنسبة لك، انت راح تنفذها. بس بكل الاحوال انت من راح تبدي بالكتابة مع المصفوفة، انت راح تبدأ بالصفوف، تكتب اول مرة الصفوف، يعني تبديها بهذا الشكل. يعني انا هسه من راح ابدي راح اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد ما اوصل ل 16. تمام. الطريقة الاولى اي تساوي، انا هسه هنا سميتها اي، بالسؤال يجوز تجيك بي تجيك سي، نفس ما يجيك الاسم انت تعرفه. بس انا خلي اقول له اي تساوي، دائما افتح هذا القوس كبير اللي هو دوس لحرف جيم بالكيبورد. الطريقة الاولى اقول 1 فارزة، خلي فارزة اللي هي بحرف الواو بين رقم بين عنصر وعنصر. فهسه قلت له 1 فارزة، راح اقول له 2 فارزة. سو اعرف من راح اكتب بهاي الطريقة راح يعرف انه اني عندي 1 و2 و3 و4. مجرد ما اخلي بين 2 فارزة راح يعرف البرنامج انه هذا عنصر. هسه الواحد عنصر، الاثنين عنصر لان خليت فارزة، وهكذا. من اخلص الصف شلون راح انزل على الصف اللي ورا؟ لان هسه اذا استمر، اذا راح اكتب له هيجي 5، لا راح يعرف انه هاي الخمسة هذا كلها هي صف واحد، لا انا هسه اريد انزل. بهاي الحالة شو اخلي فارزة منقوطة. تمام؟ هسه ما خليت فارزة منقوطة، البرنامج عرف انه ذول الواحد اثنين ثلاثة اربعة هم صف. راح ينزل لي صف جديد، يخلي لي صف جديد لان انا خليت فارزة منقوطة، بعد الفارزة المنقوطة راح ينزل لي صف. تمام؟ ف 5 6 7 8 وأكمل وهكذا 10 11 12 13 لا العفو لحد 12. لا شلون احنا رتبناها؟ اي لحد 12 13 14 15 16. بعدها سد القوس الكبير وادوس الانتر. نلاحظ هسه رتب لي اياها المصفوفة بالضبط نفس ما أنا رأيتها تترتب. هاي الطريقة الأولى بإدخال المصفوفة. الطريقة الثانية عندنا نقول همين أي تساوي حسب، أفتح قوس. بس هنا أنا شو راح أسوي؟ بدل الفارزة راح أخلي مسافة بين رقم ورقم. تمام؟ هم صحيحة، وأخليها فارزة منقوطة بين، يعني من أخلص الصف أخلي فارزة منقوطة. تمام؟ العفو. وهم انا اسد القوس طلعت لي. طريقة ثالثة اكتب بيها المصفوفة، هم اقول له اي تساوي. هنا أنا شنو راح اخلي مسافة بين واحد، يعني بين عنصر وعنصر. بس الفكرة ما راح استخدم فارزة منقوطة، كل ما اخلص صف ادوس لانتر. تمام؟ كل ما دا اخلص صف من ادخال صف دا ادوس لانتر. بس بالنهاية من اخلص اسد القوس وخيله فارزة منقوطة. هسه البرنامج عرف انه انا كتبت لها المصفوفة. اذا تأكد من عدها اقول لها تساوي. العفو. اقول له اي، راح يطلع لي اياها المصفوفة نفس ما انا دخلتها هسه بهاي الطريقة. العفو، هاي الطريقة. تمام. فهسه نقول له CLC. نجي على عمليات عندنا بنفس الماتلاب بالنسبة للمصفوفات. اكو عندنا عملية الجمع. تمام. عملية الجمع اسمها هي السبسكريبت. انا هسه مثلا على سبيل المثال اريد اجمع بين عدة عناصر من المصفوفة نفسها.
شلون راح اجمع بهاي الطريقه بهاي الحاله العفو ايش راح اقول له بالبرنامج؟ راح اقول له اي بين قوسين دائما اللي بين قوسين تصير هو الاحداثي مال العنصر اللي اني اريد اختاره، تمام؟ دائما يكون على الجهه اليمين، خلينا نفترضها هي شيء اي بي، دائما يكون على الجهه اليسار، العفو على الجهه اليسار الرقم مال شو اسمه الرقم مال صف، وعلى الجهه اليمين اللي هو البي يكون الرقم مال عمود. فهسه مثلا على سبيل المثال خلينا نقول انا اريد اجمع الثلاثه وال16، المجموع مالتهم هو ايش قد؟ هو يعني راح يطلع عندنا 19، احنا نعرفها، بس شلون اطبقها هنا بالبرنامج؟ شلون اخليه يجمع لي اياهم؟ يعني بعد ما عرفت على هاي المصفوفه شلون راح اخليه يجمع لي 3 وال16؟ بنجي نباوع الثلاثه الاحداثي مالتها وين بالنسبه للصفوف؟ الاحداثي مالتها هي بالصف الاول موجوده. اذا ايش راح يصير عندي؟ هنا راح يصير عندي واحد، وبدال البي العفو البي هنا عندنا شنو هو الرقم مال العمود اللي احنا نريده. فهسه ثلاثة وين الاحداثي مالتها بالعواميد؟ هاي العواميد هنا عندنا 1 2 3 4، ذن العواميد الاربعه، فالاحداثي مالتها هو هنا العمود الثالث. اذا خلي عمود ثلاثة. بعدها شو اسوي؟ بعدها اقول له زائد اي، افتح قوس همينا اي للبي، بس انا هسه هنا شنو اللي اريد اجمع؟ شنو اللي اريد يا عنصر؟ اريد هذا العنصر اللي هو 16 وين مكانه بالنسبه للصفوف؟ الصف الرابع. اذا اقول له 4، وبالنسبه للعواميد وين مكانه؟ ايضا بالعمود الرابع، فهم راح اقول له 4. فهسه هذا السطر اذا اكتبه بالبرنامج راح يجمع لي اياهم اثنيناتهم. نجي نجربه، نقول اي 1 و3 زائد اي 4 ب 4، جمع لي اياهم طلع لي الناتج 19، تمام؟ طبعا دائما من يجيك بالسؤال عده عناصر، هو راح يحدد لك اياهم العناصر اللي يريدك تجمعهم. يعني مثلا هيك يقول لك هذا العنصر تجمع لي ويا هذا العنصر، فانت تعرف شنو العناصر راح تجمعهم وشنو الكود مالتهم. او مثلا يقول لك هذا العنصر ويا هذا العنصر، مثلا هيك شيء يقول لك. فالقصد يعني هسه مثلا هذا من نجي على الأربعة وال14 راح يصير عندنا الاي 1 ب4، لان عندنا بالسطر الاول الصف الاول عفوا بالعمود الرابع، فهسه عندنا 1 4 زائد اي 4 ب2، لان بالصف الرابع العمود الثاني المكان مال 14، فهيك راح يصير عندنا كود زين. نجي على فد شيء، فد ملاحظه عندنا، او مو ملاحظه، طريقه ثانيه نكتب بها المصفوفه تختلف عن هاي الطريقه. مثلا انا هسه عندي مصفوفه على سبيل المثال متكونه من يعني من صف واحد زين، بس ما صايره مثلا من الواحد لل16، خلينا نقول صايره من الواحد لل50. انا بهاي الحالة شلون راح اكتبها؟ هو ما بقى اكتب هيك شيء، اقول له مثلا اي تساوي 1 2 3 4 لحد ما اصل ل 50، راح تاخذ من عندي وقت كلش طويل. ببساطة اللي اسويه بهاي الحالة هو شنو؟ اقول له 1 الى 50. هسه البرنامج شنو عرف؟ البرنامج هنا البرنامج عرف انه اني عندي مصفوفه هي من الواحد للخمسين، فمن راح ادوس لانتر طلع لي اياها المصفوفه من الواحد للخمسين، تمام؟ نجي على طريقه ثانيه، مثلا اني ما اريدها من الواحد للخمسين، اوكي انا اريدها من الواحد للخمسين، بس ما اريد الزياده بالارقام مالتي يكون واحد واحد، اريدها مثلا تكون ثلاثه ثلاثه. يعني واحد بعدين أربعة بعدين سبعة بعدين عشرة لحد ما يوصل الخمسين. بقى على شو أسوي؟ هم أقول له من الواحد للخمسين، بس بيناتهم هنا أقول له ثلاثة بس. شوف شلون أخليها واحد بعدين أربعة بعدين سبعة عشرة 13، قام يزيد لي ثلاثة ثلاثة لحد ما وصل للخمسين. 49 هو أصغر رقم يكون قبل الخمسين،
هو كان يصعد ل 52 بس انا مقيده لحد ال 50 وانتهت. زين نجي على شيء ثاني. مثلا اريد مصفوفه ماتي تكون بالعكس، يعني ما اريدها من الواحد لل 50، اريدها من ال 50 للواحد. لا العفو، اريدها من ال 50 للواحد. فيش طريقه تنكتب، العفو، من ال 50 الى الواحد. بس شو اقول له؟ اقول له تنقص بمقدار واحد. فايش راح يسوي؟ راح يطلع لي اياها من ال 50 الى الواحد. اريدها مثلا تنقص بمقدار 3، نفس ما هسه قبل شويه سوينا. اقول له 50 بعدين ناقص 3 بعدين لحد الواحد. طلع لي اياها بالعكس، نفس ما انا كتبتها بالطريقه الاولى. زين نجي ناخذ فد شيء ثاني. بالنسبه للكولون اوبريتر، الكولون اوبريتر اللي هو يكون هاي النقطتين شارحه، هذا اسمه الكولون اوبريتر. فناخذ فد مجموعه من الاوامر متعلقه بالكولون اوبريتر. مثلا هسه انا عندي هاي المصفوفه، خل نكتبها بالبرنامج. نجي نكتبها بالبرنامج هاي المصفوفة. عندنا بالكولن اوبريتر عدة اشياء نقدر نسويها. اول شغلة مثلا اني اريد فد جزء معين من المصفوفة، اريد بس هذا الصف يعرض لي بالبرنامج. بهاي الحالة انا شنو الشيء راح اسويه بالكولن اوبريتر؟ اتفقنا انه احنا دائما عندنا نريد نحدد فجزء معين يعرض لنا اياه. اول شيء انا شنو معرف المصفوفه؟ راح انزل الحرف، افتح قوس، عندنا اي فارزه بي. تمام، هنا شويه راح تختلف عندنا الاشياء بالكولن اوبريتر، لان احنا ممكن نتعامل ويا مصفوفه اكبر من هيك. هسه هاي الصف الواحد باربع عناصر، ممكن عندنا مصفوفات خلينا نقول 12 عنصر او 13 عنصر، احنا ما نقدر نحسبها. يعني انا هل معقول اجي ابيع هاي 1 2 3 4 وامشي مثلا حد ال 50 او ال 60؟ مو معقول انا هيك اسوي. ففرضا انا اريد بالبرنامج يعرض لي بس هذا الصف، ايش راح اسوي بهاي الحاله؟ اتفقنا دائما عندنا الاي هو الرقم مال الصفوف اللي عندنا، فهسه انا اريد يعرض لي الصف الثاني. بس اذا الاحظ الصف الثاني جاد اريد اعرضه كليته، فبدل ما اقول له بدل ما يصير عندنا اوامر هوايه، بس اخلي له كولون العفو اللي هي النقطتين شارحه. تمام، فهسه نجي نطبقها ونجرب 2 الى نقطتين شارحه، عرض لي بس الصف الثاني. تمام هاي الحاله. زين هسه انا اريد شوي ناخذها ادفانس اكثر. اريد يعرض لي صف، العفو، عمود يعرض لي. هذا العمود انا اريده هسه يعرض لي. بهاي الحاله شنو الشيء اللي اسوي؟ الشيء راح اسوي هو بس راح اعكس. انا هسه هذا مو اريده للنهايه، راح يصير عندي اي نقطتين شارحه فارزه. انا هسه يا عمود اريد اعرض، اريد اعرض ثالث عمود، لان هسه احنا عندنا اربع عواميد بهاي المصفوفه، انا اريد اعرض ثالث عمود، فراح اقول له 3. نجي نطبقها بالبرنامج ونشوف. طلع لي بس ثالث عمود اللي هو نفسه هذا 3 7 11 15. نلاحظ انه فد شغله، من اني ردت يعرض لي صف، البرنامج عرض لي اياها بشكل صف، من ردته يعرض لي عمود، البرنامج عرض لي اياها على شكل عمود.
فدائما البرنامج ما راح يخليك تتيه، دائما راح يخليك تعرف انه انت جا تعرض صف لو عمود. تمام. هاي خلنا ننسخها ضروري بالنسبة لل... حتى ما اضل كل شوية اكتبها. زين. هسا قعدنا فد شغلة. من شنا جادة نشتغل بنكتبنا مثلا على سبيل المثال. نلاحظ انه هنا أنا كتب لي answer. ما قل لي اي تساوي هالقد. ليش؟ لان انا اي اصلا معرفها. تمام؟ فجاد يقول لي الجواب لهاي المعادلة او لهاي السطر اللي انا كتبته، جاد يطلع ليها. بس من اجي اقول له مثلا على سبيل المثال z تساوي اي 2 نقطتين شارحة، قال لي z تساوي، ما قال لي answer. فهاي ممكن هم انا تجيك يعني بالاسئلة تجيك بهي شي طريقة، يعني هو منطيك مصفوفة اسمها اي بس ما يريد من عندك answer، يريد من عندك متغير. فهاي يعني هم فد خلينا نقول فد ملاحظه يعني هيك شيء مهمه تاخذها بنظر الاعتبار. زين، هسه نجي على شغله ثانيه بالكولن اوبريتر. مثلا انا اريد يعرض لي هذا الجزء من المصفوفه، بس هذا الجزء، هاي الست عناصر يعرض لي اياهم. انا شنو راح اسوي بهاي الحاله؟ راح اسوي بهاي الحاله ببساطه، هو راح يكون عندي نقول اي راح تكون عندي اي نقطتين شارحة بي فارزة سي نقطتين شارحة دي. هسا شنو عندنا الاي وشنو هو البي وشنو هو ال شو اسمه الدي؟ ببساطة أنا هنا راح أنطي الإحداثيات اللي أنا أريدها. تمام؟ من أنا أريد هسا بس هذني يعرض لي بس هاي المجموعة مال العناصر، شنو الشيء اللي أنا راح أسوي؟ أول شيء راح أقول له الأي مالتي الأي والبي هي واحد واثنين. ليش؟ لأن أنا أريد يعرض لي من يعني الصف الأول والثاني. تمام؟ فالأي مالتي راح تصير هي واحد واثنين، لأن أنا أريد يعرض لي الصف الأول والثاني. تمام؟ بالنسبة لل العفو يعني مو الأول والثاني، من الأول للثاني. بالنسبة للسي والدي، أنا هسه هنا عندي الصفوف، أنا هسه إذا ألاحظها بادية من الصف الأول للصف الثالث، فالسي مالتي راح تكون واحد، يعني انت تبدي لي من الصف الاول وتنتهي لي بالصف الثالث. كانما هسه انا قلت له تبدي لي بالعمود الثالث، كانما هسه انا قلت له تبدي لي من الصف الاول وتنتهي لي بالصف الثاني. هسه هو من يجي بس ياخذ هذا الجزء راح يفتهم انه انا اريد الصف الاول والثاني بالكامل، بس انا هنا راح اقيده اقول له لا، هنا بالنسبة للبي مالتنا الأساسية اللي هي العواميد تبدي لي من العمود الأول وتنتهي لي بالعمود الثالث، العمود الرابع ما تأخذ لي. فهسا نجي نطبقها بالبرنامج ونشوف شنو الأوتبوت اللي راح يطلع عندنا. العفو، نلاحظ شنو اللي طلعنا بس من الواحد للثلاثة، بعدين من الخمسة للسبعة، نفس ما اني ردت هنا. تمام؟ هاي طريقه نقدر نستخدم بيها الكولن اوبريتر. طريقه الاخ او مثال الاخ، خل ناخذ مثلا على سبيل المثال اني اريده ياخذ لي هذا الجزء من المصفوفه. شنو الشيء اللي انا راح اسوي؟ هم نفس الحاله، حصير عندنا اي نقطتين شارحة بي بعدين سي نقطتين شارحة دي. هنا عندنا شوية فتفيكة بالموضوع نقدر نسويها، نقدر اما ناخذها بالطريقة هسه اللي اخذناها هاي، من انا راح يصير عندنا واحد واثنين طبعا، لان يبدي لي بالصف الاول وينتهي بالصف الثاني. هنا
راح يصير عندنا اثنين السي مالتنا، لان يعني يبدي لي من العمود الثاني، وهنا الدي اقدر اخذها اما اربعة يعني ينتهي لي بالعمود الرابع، او اقدر اخذها بهاي الطريقة اقول له end. هاي شنو معناها الاند؟ معناها الحد النهاية، يعني عسى ما موجود 100 عمود انت توصل لي للنهاية وتوقف. يعني شو راح يصير؟ من راح اجي هيك اقول له، من راح اقول له بس خل نكتبها هي بالكامل. واحد واثنين صار عندنا. هاي هنا انا شو راح يصير عندي؟ راح يعني كانوا البرنامج هذا يفتهم انت تبدي لي من العمود الثاني وتنتهي باخير عمود، بغض النظر عن ايش قد الاعداد مالتهم. عسى ما يكون الف، عسى ما يكون الف عمود انت تنتهي لي باخير عمود دائما. فنجي نجرب، نقول له اي مثلا واحد نقطتين شارحه اثنين، اثنين نقطتين شارحه انت. لاحظ هسه اخلي اياها هم اثنين ثلاثة اربعة نفس ما انا ردتها، بعدين ستة سبعة ثمانية نفس ما ردتها انا بالتوضيح. زين نجي على شيء ثاني عندنا بالكولن اوبريتر. يعني احنا طبعا اخذناه هذا بس حتى تكون صورة اوضح، اريد مثلا هسه هذا الجزء من المصفوفة، شو راح اسوي؟ كالعادة راح تكون عندنا اي سمول نقطتين شارحة بي فارز سي نقطتين شارحة دي. اتفقنا هاي هي كليتها تمثل الاي بالبداية اللي اخذناها، هاي كلها هي تمثل الاي، يعني كل شيء على الجهة اليسار قبل الفارزة هو يمثل الصفوف، وكل شيء على اليمين من بعد الفارزة يمثل الأعمدة أو العواميد. فهسه أنا من أجي أباوع أنا أريد الصف الثاني والثالث، فحيبدي لي من الصف الثاني ينتهي لي بالصف الثالث، تمام؟ بعدها من أجي أباوع على العواميد، أنا هسه بادي ماخذ العمود الثالث والرابع، فإذا حصل عندنا يبدأ من العمود الثالث وينتهي لي بالعمود الرابع. بهاي البساطة راح يعرض لي، مفروض هسه من أطبق راح يعرض لي 7 و 8 بعدين 11 و 12. نجي نجرب ونشوف. نقول له أي نفتح قوس 2 نقطتين شارحة 3 بعدين 3 نقطتين شارحة 4 ونطبق ونشوف، طلع لي إياها نفس ما أنا رايدها، تمام؟ عندنا شغله لخ همينا. شوية يعني تختلف عن اللي اخذناهم كليتهم. انا هسه اريد يعرض لي هذا الصف وهذا الصف. بهاي الحاله انا ايش راح اسوي؟ بهاي الحاله نقول له اي نفتح قوس صغير بعدين قوس كبير بداخله اي مسافه بي، سد القوس بعدين فارزه، وتكون عندنا السي مالتنا او احنا الشيء اللي نريده، الارقام اللي احنا نريدها. مثلا يبدينا على سبيل المثال يبدينا من العمود الثاني ينتهينا بالعمود الثالث او اي شيء انا ببالي. بس هسه خلنا ناخذها انه شيء كامل اللي هو نقطتين شارحه، باعتبار انه احنا عندنا هسه الكولون اوبريتر. فهسه الاي عندنا هنا شنو هو؟ ايش راح يصير عندنا الاي؟ الاي هو الصف الثاني، تمام؟ والبي هو الصف الرابع، لان انا هسه اريد الصف الثاني والرابع يطلع لي. بس هذا هو راح يكون كليته. نجي نكتبه بالبرنامج. اقول له اي نفتح قوس بعدين قوس كبير 2 مسافه 4 سد القوس فارزه نقطتين شارحه اللي هو الكولون ودوس له انتر. هسه قال لاحظ طلع لي بس هذني الصفين اللي انا رديتهم اللي هو الثاني والرابع، طلع لي اياهم.
نجي على شيء ثاني. مثلا انا ما اريد يطلع لي صفوف بشكل عشوائي، اريد يطلع لي عواميد بشكل عشوائي. مثلا اريد العمود الاول، عفوا العمود الرابع والعمود شو اسمه، العمود الاول. بهاي الحالة انا شو راح اسوي؟ نفس الشغل اللي اشتغلته هناك، بس هنا النقطتين شارحه مالتي او الكولون ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بالبدايه الكولون مالتي، بعدين الاقواس مالتي راح تكون اي مسافه بي، واسد القوس. هسه الاي مالتي هنا شنو؟ الاي مالتي هاي بالنسبه للعواميد طبعا، لان كنا اتفقنا كل شيء بعد الفارزه يكون عواميد، كل شيء قبل الفارزه يكون الصفوف. فهسه انا هنا يا عمود اريد، اريد العمود الاول والعمود الرابع بس. ها هي اجي اطبقه بالبرنامج. طلع لي العمود الاول والعمود الرابع. زين نجي اخر شيء بقى عندنا بالنسبه للادخال مال المصفوفات. من انا اريد عناصر معينه، بهاي الحاله انا ايش راح اسوي؟ مثلا اريد يطلع لي هذا العنصر، هذا العنصر، وهذا العنصر، وهذا العنصر. هنا ايش راح اسوي؟ هنا نفس ذاك الشغل بس شويه راح يختلف عندنا. راح نقول له اي، نفتح قوس صغير قوس كبير، اي مسافه بي فارزه، سي مسافه دي بس. هسه نجي هنا الاي مالتنا شنو بالنسبه لعدد العفو، بالنسبه للصفوف مالتنا، العفو الاي مالتنا، الصفوف مالتنا احنا مبدئيا نريد بالصفوف شنو؟ نريد هذا الرقم وهذا الرقم، تمام. فايش راح اقول له؟ راح اقول له واحد بأربعة، لان انا اريد هذني الصفين يطلع لي. من اجي على العواميد مالتي هنا هم انا راح اقول له واحد بأربعة بس. ها هي فهسا اجي اطبقه. طلع لي اياهن نفس ما انا اريد. يعني هسه هو البرنامج شنو افتهم؟ افتهم هنا العنصر الاول والعنصر الرابع اخذ، يعني العفو بالنسبه للاسطر، وبالنسبه للعواميد العمود الاول والعمود الرابع. بس انا حددت له بالعمود ايش ياخذ؟ ياخذ اول واحد ورابع واحد. نفس الشيء بالنسبه للصفوف. هذا كل اللي كان موجود بالمحاضره الاولى. ان شاء الله يعني كان شرح مبسط. بمجرد ما راح ناخذ المحاضره الثانيه راح احاول هم انا الخصها او اشرحها بطريقتي الخاصه. شكرا جزيلا.